بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، السادة الحضور الكرام، بستأذن حضراتكم في بداية العرض. احنا كنا فين في 2014؟ أهم مؤشرات الصناعة في 2014 21 حوالي 22 مليار دولار صادرات إجمالي. النهاردة نتكلم في 22.35 مكون الصناعي خلال الصادرات في 2014 كان 12.1، النهاردة احنا في 22 وصلنا ل 22.2 بنسبة زيادة 83.5%. حجم الناتج الصناعي الإجمالي كان في 2014 حوالي 357 مليار جنيه، النهاردة احنا بنتكلم في 22 على مليار 252 تريليون، أنا آسف، 252 مليون مليار جنيه. نسبة النمو في 2000، نمو الحقيقي لقطاع الصناعات التحويلية في 2014 كان 4.7، النهاردة تضاعف الرقم ده حوالي 100%، بقى 9.75%. طيب الحكومة عملت إيه؟ أنا ممكن أمشي عليها بسرعة لأن أهم حاجة النهاردة عندي في العرض هو رؤيتنا للفترة اللي جاية. كان من أهم مطالب المستثمرين أو الصناع في 2014 كان النهاردة توحيد جهات الولاية، جهات الولاية والتخصيص بالنسبة للأراضي الصناعية وكذلك بالنسبة للتراخيص. ففي 2014 كنا بنتكلم على تخصيص الأراضي الصناعية بيكون من قبل جهات متعددة. النهاردة في 22، النهاردة في لجنة مشتركة بتجمع الأربع جهات موجودين مع بعض، هم اللي بيحددوا النهاردة الأراضي الصناعية تكون إيه، وتحددت جهات الولاية كلها بالنسبة للتراخيص الصناعية موجودة في التنمية الصناعية. 2014 كان عندنا 121 منطقة صناعية، النهاردة احنا عندنا 147 منطقة صناعية وخمس مناطق صناعية زادوا بالنسبة للمطورين. كنا 12 منطقة بقينا 17 منطقة صناعية ب 22.9 مليون متر مربع. كمان تأثيرا توجيها من سيادتك يا فندم لتأثيرا على المستثمرين الصغار المستثمرين، أقمنا 17 مجمع صناعي في 15 محافظة، تكلفة 10 مليار جنيه. التكلفة 5046 وحدة صناعية بتحاول توفر حوالي 48 ألف فرصة عمل مباشرة. دي أهم صور المجمعات الصناعية في المحافظات، في اسكندرية، بني سويف، أسيوط. وكمان أقمنا عدد من المناطق الصناعية المتخصصة زي مدينة الجلود بالروبيكي، أقامت الدولة مدينة الجلود بالروبيكي، مدينة الأساس بدمياط الجديدة، مدينة الرخام بالجلالة، مدينة الدواب منطقة الخنكة، افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي. دي بعض الجهود اللي اتعملت وقتها، اتعملت من خلال التسع سنين اللي فاتوا. إعداد قائمة بألف إجراء، 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية هو جذب المستثمرين، تخريج 95 ألف عامل أو معملة مؤهلة لاحتياجات القطاع الصناعي، إطلاق البرنامج القومي للتصنيع المحلي. والنهاردة كان أحد العوامل الأساسية اللي كان بيحتاجها المصنعين أو الدعم الأساسي هو دعم الصادرات بالتنسيق مع وزارة المالية، 56.7 مليار جنيه تقدمه. حدثنا 4550 مواصفة توكب مع المواصفات العالمية، اشتركنا في عدد من المعارض الخارجية علشان نروج للصناعة، شراكة اقتصادية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين في مجال الصناعة، تحديث 122 معمل في المواني، 7 اتفاقيات تجارية والمنتج المحلي، تفعيل قانون المنتج المحلي. كمان الحكومة عملت إعفاء عن 65% أو التجاوز عن 65% من غرامات وفوائد التأخير والضريبة الإضافية، إعفاء 19 قطاع صناعي لمدة 3 سنوات من الضريبة العقارية، وكمان الفايدة 11%. الإجراءات الإضافية لتحفيز الاستثمار الصناعي، نتكلم على الرخصة الذهبية، 24 رخصة صدرت حتى الآن وبيتم التوسع فيها. الرؤية المستقبلية، خلينا نتكلم إن احنا اتعلمنا إيه من الأزمات المركبة اللي مرت على الاقتصاد العالمي أو اللي شفناها، بدءا من أزمة كوفيد، سلاسل الإمداد، بدأنا نتكلم بعدها في أزمة التضخم، ارتفاع أسعار المحروقات. وكان بالنسبة لنا سلاسل الإمداد هي أهم حاجة. أنا عندي أهداف، إيه هي الأهداف؟ عايز أوصل لحجم صادرات 100 مليار، بس أنا تأثرت جدا خلال الفترة اللي فاتت من الأزمات المركبة اللي هي تعتبر بالنسبة لي أزمات قادمة ليا من الخارج ما كانش لينا يد فيها. طيب هنعمل ايه او هي ايه رؤيتنا للفترة اللي جاية؟ احنا محتاجين نعمل ايه؟
بدأنا نحلل أكتر حاجة أثرت على القطاع الصناعي، لقينا أن مستلزمات الإنتاج عندنا كان فيها تأثر شديد، يا إما بالتضخم يا إما النهاردة بأنها مش موجودة في سلاسل الإمداد بتاعتي. ودي كانت مشكلة أساسية يمكن هي اللي خلت النهاردة في تباطؤ في نسبة النمو الصناعي. النقطة الثانية، لقينا أن في خريطة العالم الصناعية بتتغير تماماً، في اقتصادات أو صناعات قائمة في دول بتهاجر أو بتترك تلك الدول دي وبتروح دول تانية، وفي النهاردة نقل لبعض الصناعات وتوطينها في أماكن مختلفة. طب إحنا دورنا هيكون إيه؟ ولقينا أن العالم كله بيسعى لتطوير استراتيجيات جديدة للصناعة، بل بالعكس ده أكتر من مرة في دول غيرت استراتيجياتها للصناعة. طيب هنقف النهاردة مكتوفين الأيدي، أو إحنا ناويين نعمل إيه؟ أنا علشان النهاردة أقدر أوصل للمئة مليار صادرات، محتاج النهاردة إن أنا أقدر أنافس، محتاج النهاردة إن أنا أعرف أدخل الأسواق دي، محتاج النهاردة إن أنا أتحكم في جودة منتجي، فمحتاج النهاردة إن أنا أكون عندي مستلزمات الإنتاج. عندي مستلزمات الإنتاج اشتغلنا على محورين، المحور الأول هو الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ودي إن شاء الله يعني قبل نهاية أكتوبر هتكون موجودة وحددنا أهدافنا فيها. لو أنا بتكلم النهاردة أن قطاع الصناعة بيساوي 20% من المكون الاقتصادي، النهاردة هل هو هيكون أو هنقدر نوصل ل 20% من القوى العاملة؟ هل هو هيكون النهاردة هيساهم بالتصدير بإيه؟ إيه هي الصناعات اللي أنا محتاجها؟ إيه هي التحديات اللي حطتها الدول الأخرى النهاردة بعد ما غيرت من استراتيجياتها وبقى النهاردة عندي حدود على الصادرات بتاعتي في مجالات عديدة، كل واحد أو كل دولة كانت بتلجأ إنها تحمي صناعتها بشكل واحد. ده اللي هنشوفه يعني خلال الشهر ده إن شاء الله أقل من 3 أسابيع وتطلق الاستراتيجية. النقطة الثانية هي مستلزمات الإنتاج. إحنا حددنا النهاردة، حللنا الواردات على 4 سنين متتابعة، وحددنا 152 فرصة استثمارية. المية 152 فرصة استثمارية دول هم أغلبيتهم مستلزمات إنتاج داخلة في الصناعة، أو حاجة هتحقق لي حاجة من اتنين، يا إما أنها تكون مستلزمات إنتاج داخلة في الصناعات الغذائية علشان النهاردة أقدر أوصل للأمن الغذائي وما تأثرش بأي يعني هزة جديدة أو أزمة جديدة عالمية تحصل، و النهاردة مستلزمات إنتاج تخص التصنيع الدوائي، ودول أهم حاجة. فإحنا النهاردة 152 فرصة مبنيين على 3 حاجات: مستلزمات إنتاج، مستلزمات إنتاج للأمن الغذائي أو تحقق للأمن الغذائي والأمن الدوائي. طيب مستلزمات الإنتاج اللي أنا بتكلم فيها علشان محدش يفهم كلامي بطريقة غلط، أنا ما بعملش إحلال واردات لا من قريب ولا من بعيد، ومحدش بنتكلم فيها على إحلال واردات، إحنا بنتكلم على صناعات مستهدفة أنا محتاجها النهاردة علشان أحافظ أو يكون عندي صناعة قوية، صناعة مستدامة تتأثر لا تتأثر بالصدمات. بدأنا فعلا، بس بدأنا يعني يمكن بـ 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 بطريقة يعني ما كانتش الأول، كنا بنشتغل في كل الاتجاهات في وقت واحد، فخصصنا 160 قطعة أرض مساحتهم حوالي 1.25 مليون باستثمارات، ده طبعا في المجال 152 فرصة اللي أنا بتكلم فيهم، 17 مليار جنيه، عدد العمالة المتوقعة فيهم 26,000 عامل، ودول هيحققوا لي تقريبا 9% من التارجت الأول بتاعي. التارجت الأول بتاعي إن إحنا النهاردة مجموعة 152 فرصة دول ده حجم واردات ب25.7 مليار دولار، اخترنا منهم في الأول 12 مليار دولار، دول بيمثلوا 9% منها، يعني حوالي 1.1 مليار دولار هيبقى عندي بيوفروني في الميزان التجاري بتاعي.
حددنا سلاسل القيمة، ده مثال لبعض الفرص اللي موجودة. أنا عندي النهاردة واردات زي ما ذكرت لحضراتكم، الحاجات اللي أنا كان ليها أهمية بالنسبة لي هي الأدوية واللقاحات والأمصال. عندنا حجم واردات بحوالي 4.1 مليار دولار. بوليمرز، البوليمرز واللدائن 3.8 اشتغلنا في مشاريع تانية أخرى، الأسمدة الفوسفاتية، الورق إلى آخره. يمكن فخامة الرئيس حضرتك وجهت الحكومة في آخر اجتماع ليا مع حضرتك إن احنا نعمل حزمة من الحوافز لهذه الصناعات، وحضرتك مشكوراً تفضلت وقلت أنا ممكن أعفيهم من الضرائب لمدة 5 سنوات، ولو حسب القيمة المضافة ممكن أكتر، واسترداد ثمن الأرض والرخصة الذهبية، بل وأكثر من ذلك لو هو محتاج مساعدة أن احنا نقدر أن احنا نساعده، أو نقدر أن احنا نبني له المكان ويسترد بعد كده الفلوس دي على حسب أهمية المشروع. يعني حضرتك تفضلت مشكورا بنسبة الحوافز دي. جمعنا من 6 وزارات حتى الآن احتياجاتهم المستقبلية لمدة 5 سنوات. أخذنا من الاتصالات، أخذنا من النقل، أخذنا من الكهرباء، احتياجاتهم اللي ممكن يقوم عليها صناعة علشان نقدر أن احنا نوطن. انتهينا من مسودة القانون الإعفاءات وجاري تقديمه لمجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على مجلس النواب. حددنا الأراضي يا فندم اللي احنا هنحتاجها لهذه الصناعات. بدأنا وزعنا على هيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية ومكاتبنا التجارية في الخارج لمتابعة تنفيذ هذه القرارات، هذه الاستثمارات. شكرا يا فندم.